ووقع نشر هذه الجمعية في سبتمبر، يعني الآن عام عمر سنة، في سبتمبر من السنة الفارقة. إذن الجمعية كانت الأهداف بتاعها هي أهداف مثل بعض الأهداف التي ذكرها الأخوة، أي كفالة الأيتام ومساعدة الذين لا مورد رزق لهم، إيجاد مورد رزق لإخراجهم من الفقر، وكذلك إدعام الطالبين العلم الذين يعني تعويضهم الإمكانية المادية لمواصلة يعني دراستهم، وكذلك إدعام من أصاب